صح. وربنا يستر علينا كمان على طريقة أميرات زيانيين يتميز الاحتفال بليلة العرس بمراسم تصنع الفرحة بوشاح الزي التلمساني المرصع بالجواهر والتاج أيضا، وهو الذي منحته اليونسكو صفة التراث الإنساني العالمي. رحلتنا اليوم إلى تراث إحدى مناطق الغرب الجزائري، العرس التلمساني، تقليد ما زال متوارث إلى اليوم، يزيده صموداً اللباس والزي التلمساني الذي صنفته اليونسكو ضمن التراث العالمي. دعونا نتعرف على كل ذلك. لبسوا البلوزة هي الأولى تاع المنسوج، بعدين لبسوا الأرفطان مخدوم بالتال، هذا كله شغل يدوي كله، ومن بعد نعملوا الكمام. كمام هذه العروسة نهار الدخلة تاعها، من بعد نعملوا جواهر، ومفروض تكون شحال متشكة من الكبيرة للصغيرة حتى يغطي كل الصدر. هذا سموه الجوهر تاع الصدر، يجي مع الأرفطان ما يجيش مع لباس آخر. الشاشية نحطوها على الراس. زمان كانوا المرأة اللي كانت. أحييكم من جديد. الفقرة التالية مشاهدينا من برنامج اليوم سنتحدث فيها مع ضيفتي في الاستوديو مصممة الأزياء رشيدة مولفي. استوديو مصممة الأزياء مولفي رشيدة. سيدة مولفي صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا بك معنا. غالبا احنا نعرف حول من نتحدث عن الألبسة الجزائرية نتحدث عن القفطان. الكاراكو هذا كأنه ما كثير سامعين به الناس، حدثينا أكثر. من أين أتى القفطان إلى المغرب لنشاهد؟ القفطان كان غير للرجال فقط، كان بالنسبة كان للرجال، ومع مرور الزمن ومع الاستعمار ديال لي ترك لإيجيبت للجزائر دخلتنا الثقافة ديال القفطان اللي هو كان بوغ لي زوم. من بعد واحد المدة دخلتنا الثقافة ديال القفطان اللي احنا قبطناها اصلا بقات عندنا الاندلس وعندها تأثيرات عثمانية، مع انه احنا العثمانيين ما كانوش يحتلوا المغرب، ولكن بحكم انهم احتلوا الجزائر بزاف ديال العائلات التركية اللي كانت عايشة في الجزائر كانت هجرت في الاحتلال الفرنسي الجزائر للمغرب واستقرت في تطوان. فتطوان كجبروا فيها بزاف ديال العادات عثمانية وتقاليد عثمانية كتجسد بالخصوص في الطرز. بالنسبة للقفطان فهو ذو أصول تركية وكان مقتصرا، يعني كان لباس رجالي. القفطان بصفة عامة هو أصلها عثماني، بحكم أن هذا القفطان اللي كانت الميزة ديالو الموحدة هي أكمام طويلة واسعة وبلباس طويل ومحتشم. هذا اللباس كنا كنشوفوه بالأخص في القصور العثمانية اللي كانت كتهدى على أساس أنه توب كابي في إسطنبول، وكان لباس قيم للغاية لدرجة أنه كان كتهدى كتقدم كهدية للناس اللي مسؤولين والناس اللي عندهم واحد ثقل في المجتمع. شنو البحوث ديالي؟ بحيث أن القفطان الأصل ديالو الأصل كيرجع للتركيين، يعني وترك يعني هما دازوا من الجزائر. الخيطة بالجزيري بالصفق اللي بيض وصفق اللي صفر والمزونه باللوان. شي حاجه رفيعه كطلب الوقت ديال التنبيت ومن خلال الخدمه ديال المعلم بحال الجزيري والدبانه بحال الخدمه ديال شي حاجه ديال المزون. Regardez, il y a d'ailleurs ici une très belle collection de caftans, ce qui nous permet de nous faire une idée du raffinement des tenues féminines. D'origine ottomane, le caftan apparaît au Maroc précisément sous le règne de Moulay Ismaël, mais il est alors seulement porté par les hommes. نبدا بصلاة الهادي محمد ذكر وعزيز في قلبي يا حضار طه شفع العبادي واللي زاروا ما يخاف ينجى من صهد النار يا مسقم سعادي سقم لي سعدي نعود تانا من الخيار انا وهلي ولادي تحرر بويا مأموه واللي لي يبدو ان تأثير الأندلس والحضارة العثمانية التي حكمت الجزائر 3 قرون تركت بصماتها في الموروث الثقافي الجزائري الذي انتقل إلى المغرب بحكم الجوار، ويظهر هذا التأثير بجلاء في الزي والحلي. في
الطلة الأولى ترتدي العروس الزي التلمساني، ويزين رأسها بما يعرف بالشدة التلمسانية، إذ توضع على رأسها وأذنيها وحول جيدها عشرات الخيوط من اللآلئ والجواهر التي تتدلى إلى قدميها. المدعوات أيضاً يحرصن على ارتداء فساتين جميلة تتشابه مع أزياء الغرب الجزائري، أشهرها الكراكو والزي الوهراني والزي القسطنطيني، كما اشتهرت نساء المنطقة. ففي اللباس هناك ما يسمى بالقفطان، القفطان والمنصورية، وهذا اللباس هذا جاءنا من الأتراك في عهد المنصور الذهبي الذي كانت له علاقة مع الأتراك. فالقفطان كله بهذه الطريقة كان يلبسه الرجال وكانت تلبسه النساء، وورثناه وبقي إلى اليوم. وإذا سألت فاسيا اليوم عن أصل هذا القفطان يقول لك هو أصله هو مغربي 100%، هو في الواقع جاءنا من المشرق. ربما قد لا يكون مغربي الأصل، ولكن هذا القفطان اللي هو عليه نبدا بصلاة الهادي محمد ذكر وعزيز في قلبي يا حضار طه شفع العبادي، واللي زاروا ما يخاف ينجى من صهد النار. يا مسقم سعادي سقم لي سعدي نعود تانا من الخيار، أنا وهلي ولادي تحرر بويا معمى واللي لي جار. تلمسان are dressed with magnificence. Today the traditional bridal costume called Lebset al-Aftan, which means the kaftan dress, is still renowned for the rituals and ceremonial practices related to it. Its richness and originality evoke the heritage of the Berber Amazigh, the Roman, the Arabic, the Andalusi, and the Ottoman cultures. The silk weaver called Moul El Mansouj for the velvet kaftan, the embroidery designer combines patterns having an antique symbolic significance with arabesques and volutes reinvented season after season. عشوما تقليديين تاع زمان مثل القفطان اللي راه هنا قدامي، هذا عشوم تاع زمان. هذا القفطان العروسة التلمسانية تخرج به من دار باباها، وعندنا الخدمة تاعو هذه هي الخدمة تاعو. أول مرحلة تبدي على الفينو هنا باش نواسيو أول مرحلة. The embroiderer follows the patterns and applies them on the velvet of the kaftan with a technique called fitla. احنا مبكرين نخدموا الافطار للعروسة باش تخرج بيه وتخرج بيها وتخرج تلبس المنسوج تاعها، الباس والفوطة والحزام والشاشية، وتلبس الذهب تاعها وتخرج. هادو كي نخلص لهم هو يعني ثلث قرون يعني الحكم العثماني الحماية العثمانية، يعني ثلث قرون في الجزائر، يعني تأثرنا باللباس التركي، هذا مفروغ منه. لكن القندورة القسنطينية هي تمازج بين القفطان التركي والكسوة الكبيرة الأندلسية. يعني هذا يختلف عن العاصمة اللي كانت تحت حكم العثمانيين بالتأكيد. لا يختلف، هو يعني تطور، هو تمازج. احنا عندنا القفطان الجزائري ما يعني ما في جدال فيه، القفطان الجزائري الأصيل. بس القندورة القسنطينية هي تزاوج بين القفطان العثماني يعني الجزائري والكسوة الكبيرة الأندلسية. طيب اللباس الجزائري قد ايه بيختلف من منطقة إلى أخرى؟ يعني بنتكلم عن 48 ولاية، أكيد كل منطقة لها شكل مختلف وعادات وتقاليد مختلفة. يعني أنا القفطان كان عندنا في الجزائر ونخدموه، كاين القفطان الجزائري اللي مخدوم بالفتله، مخدوم بالشعره، بالنظريه نتاعنا تاع الجزائر. احنا في الجزائر معروفين بزاف بالكركو، بالغليله، بقندورة فرقاني. احنا في الجزائر في البلاد فيها 40 اون بو فيغ ان ديفيلي ان ديتيرمينات، قسنطينه، سوكهراس، القبائلي اللي نحييهم، الشاوي، وكامل هذا من التراث الجزائري. في الاصل جاي من الاتراك، ومن بعد الاتراك راحوا الباب كيما احنا في الجزائر الاتراك راحوا لباب القصبة،
يعني في الجزائر العاصمة باش يكونوا بعد القصبة هي حي تقليدي في الجزائر وين كانوا الأتراك الأبواب وين أبواب الميناء متاعنا وداروا القفطان بكري كانوا يلبسوه القفطان ودك فوالا هاي ليك الحكاية تاع القفطان عملت فوالا وبلادنا ثاني نحيي الجزائريين نقول لهم نحبكم القناة تاعكم خوتنا المغاربة هذا شرف نكونوا مع بعض ولازم نكونوا دائما متحدين هذا متوارثا لسكان المنطقة لمكانته المهمة والأصيلة فاطمة زهرة جوال وحميدة عوادي في هذا التقرير. القفطان أحد أهم مقومات تراث التلمساني الثقافي الذي حافظت عليه الأجيال من العصر الزياني إلى يومنا هذا، حيث كان القفطان أنذاك ترتديه أميرات القصر للدلالة على المكان المهم والغالي للبنت عند أهلها. القفطان تاع الشدة لي زيتاب اللي نبداو اللي نعملو بهم هي نشريو دابور المنسوج نختارو لا كولور ولا كاليتي أبخي نشريو الأديفان ومن بعد نفصلوها نفصلوا الأضيفة دو ديسان كاين تراديسيونيل كاين تاع ستيل تراديسيونيل سا في دير المخبل وكاين دوتر موديل تاع الببوشة هو ستيل جديد على السيدة بنت مراد من اللواتي حافظنا على هذه الحرفة بعد أن ورثتها عن جدتها لتبتع بذلك وبمجهودها الخاص في صناعة القفطان وبأجمل الصفات. الأم تاعي كانت خياطة ومن بعد عاود دخلت للتكوين المهني وزدت تعلمت الصوالح اللي ما علمتهم ليش ما هي وصافي باش حليت واحد باش بديت نخدم وحدي من 2006. القفطان زي توارثه التلمسانيون عبر الأجيال وصانوه من رياح التغيير فبقي أحد مصادر فخرهم واعتزازهم. وبهذا نطوي أوراق محمد ذكر وعزيز في قلبي يا حضار طه شفع العبادي واللي زاروا ما يخاف ينجى من صهد النار يا مسقم سعادي سقم لي سعدي نعود تانا من الخيار أنا وهلي ولادي تحرر بويا مأمة واللي لي جار يوم وانا هيمة ومتي مالي مالي يوم وانا هيمة مالي مالي يوم وانا هيمة